السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من بيت القصيد، برنامجكم الشعري الأسبوعي. حيا الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم يا أهل الرافدين. تقضي الرجولة أن نمد جسومنا جسرا، فقل لرفاقنا أن يعبروا. صدق الشاعر الفلسطيني حينما قال هذا البيت ليؤسس لنضال بالقلم يترافق ونضال البندقية. وشاعر آخر يقول: فلسطين العزيزة كيف أغفو وفي عيني أطياف العذاب. هذا العذاب الممتد في جسد أمة تقاسم فلسطين ذات الألم، فأصبحت كل دولنا العربية فلسطينا موزعة وجرحا عميقا لا ينتهي، ودماء راعفة تسيل على امتداد الخريطة لتذكر بالوعد والعهد. مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو، معنا الشاعر الفلسطيني فارس صالح، ولك من اسمك خير نصيب. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد دكتور فارس. أهلا وسهلا الشاعر والصديق العزيز، والمحبة كلها لمتابعي الرافدين ولشعوبنا العربية أينما كانت، ولشعبنا الفلسطيني المرابط في أرضه ومن أجل مقدسات. أهلا بك فارس، ولعل البداية تكون حديث فلسطيني بحت عن الشعر والبندقية. كثيرون هم الشعراء الذين رسموا بمداد دمهم وخطوا بمداد الدم قبل الحبر قصائدهم، ومنهم فدوى طوقان، إبراهيم طوقان، عبد الرحيم محمود، عبد الفتاح حمود، وكذلك منهم أيضا عبد اللطيف عقل، وشعراء كثيرون منهم أيضا معين بسيسو، والقائمة تطول. مؤخرا مريد البرغوثي رحمه الله. لمسة وفاء وكلمة حق وإجلال من أجل هؤلاء الذين استطاعوا أن يترجموا بالدم قصائدهم، ماذا نقول بحقهم؟ وأنت شاعر فلسطيني تطمح لذات التجربة. يعني في الحقيقة لم يخيب الشعب الفلسطيني ثقة الأمة، فكان على مستوى هذه القضية في كل المجالات ومنها الشعر. حتى أنه زاد على هذا الأمر، فصدر من خلال هذه التجربة، تجربة النضال والصمود، وللأسف تجربة النكبة والنكسة وتهديم المنازل والتشريد، صدر شعراء من فلسطين ليحملوا لواء الشعر العربي ككل. أمثال من ذكرت من هذه الأسماء الكبيرة السامقة، ولنا مثال مثلا في محمود درويش الذي صار اسمه يعني أيقونة. تشترك في هذه الأيقونة قضية الفلسطينية وجودة الشعر حتى من ناحية أخرى. فيعني هذا الشعب الذي أنتمي له بكل يعني فخر واعتزاز كان على قدر المسؤولية، فبنفس الطريقة التي حمل فيها البندقية وبهذه الطريقة التي فيها اقتدار عالي حمل القلم وكتب أجمل الأشعار. أحسنت أحسنت يا فارس. وعند الحديث مثلا عن محمود درويش، الحديث يكون حديثا كونيا، فهو شاعر كوني كما يصفه كثيرون من النقاد، لا سيما من النقاد الذين اشتغلوا على كثير من نصوصه في العصر الحديث. ليتك تحدثنا الآن وقبل الذهاب إلى أولى القصائد يا فارس عن فكرة مغلوطة في وجدان كثيرين للأسف، وهناك مع الأسف من يحاول أن يروجها لا سيما في هذه الأيام، وهي فكرة أن الفلسطيني هو الذي باع أرضه. هل بعتم بلادكم يا فارس؟ بكم بعتموه؟ يعني لا يوجد ثمن لهذه الصفقة الموهومة التي يدعيها من كان لا يستطيع أن يقدم شيئا لهذه القضية، والآن يعني للأسف صار يعني هو على ما يبدو تطاول على القضية. نعم، يحارب هذه القضية ويحارب كل من يناضل. ترى أن هناك من يحاول أن يسقط فلسطين من وجدان الأمة كقضية مركزية، هل هناك فعلا مثل هذه المخططات أم أن في القول مبالغة بصراحة؟ يعني حتى أن القول لا يكفي هذا التشخيص، يعني التشخيص يعني ربما يكون منقوصا لأن
فلسطين أو وجود الاحتلال الإسرائيلي ليس مخططاً، إنما هو فعل وأمر واقع تم بأمر القوى الاستعمارية، نعم، وينفذ بأيدي أتباع هذه القوى لتفتيت الأمة ولزرع القنابل الموقوتة في جسدها لكي لا تقوم لها قائمة. فلسطين توحدنا دائما، والقصيدة الفلسطينية لا شك أنها تحرضنا على الوفاء والانتماء لهذه القضية، إلى شيء من انتمائك ووفائك. وأولى القصائد، تفضل يا فارس. سر مقدسي إلى أبناء الشعب الفلسطيني في حي جراح وفي أحياء القدس، وحي جراحك واصطبارك غار، وحي جراحك واصطبارك غار، ويداك فاتحة وقلبك نار، لا ليل في القاموس عندك كله فجر وميلاد غد ونهار. جميل. دربا من الأشواك سرت مهاجرا، تمشي على آثارك الأنصار، في ساحة الأقصى نظنك أعزلا، فيهب من أثوابك الإعصار. في ساحة الأقصى نظنك أعزلا، فيهب من أثوابك الإعصار. في حي جراح نراك مدرجا، فيقوم من أشلائك الثوار، فاخرج على الدنيا نبيا نازفا، حارت به الأسماع والأبصار. يا صاحب الآيات قدم ما ترى من أمرنا، فالأمر ما تختار، خذ بحرك العاتي بنا، لا يعتري أرواحنا شك ولا نحتار. صهيون أمريكا يجر حديده، وعتادنا الإيمان والأعمار. سيقال كيف الكف عاند مخرزا، سيقال كيف الكف عاند مخرزا، للقدس في أبنائها أسرار. الله. سنعلم الأكوان أن دماءنا سد وأن صدورنا أسوار. سنعلم الأكوان أن دماءنا سد وأن صدورنا أسوار. عظيم. وبأن آسادا فلسطينية تنصاع خاضعة لها الأقدار، وبأن وجه الأرض يرجف خشية للعاشق العربي حين يغار. للعاشق العربي حين يغار، وأنعم بها من غيرة مرتقبة ومنتظرة وحاضرة، ولا تخلو من كثير في أبناء هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. فالخير موجود والغيرة قائمة، وهي فعل حميد. عن غيرتك على أهلك في غزة، لا سيما في الحرب الأخيرة، كلمني عن بعض المشاعر وبعض ما نقل إليك من قصص ومواقف عاشها الأهل هناك. يعني حين الحديث على غزة، وبالتأكيد أنت تشاركني هذا الشعور لأننا أصحاب تجربة، ليست من التجارب التي يود المرء أن يتحدث عنها، نعم، ولكنها تجربة يخوضها وخضناها نحن، يخوضها الشعب الفلسطيني، تجربة الصواريخ التي تنزل على البيوت الآمنة. نعم. القسوة تكون في هذه الغربة أو هذا البعد، الذي يعني يقول الناس أنت بعيد عن هذه الأخطار وهذا، فارتح قليلا، لكن للأسف الفلسطيني يحزن لأنه ليس لم المغترب يكن يتألم. نعم. ربما ألم مضاعف. نعم. عن ألم الموجود تحت نير الاحتلال، ويتلقى القذائف والصواريخ وتنهمر على بيته وهو المدني الآمن،
لكن المغترب يشعر الألم مضاعفة. نعم، ألمان ويعيشه. ألم القصف والدمار والشهداء، وألم عدم المشاركة يعني بالوجود في هذا. قال القليل نعم. مؤازرة الأهل. نعم. مثل ما يقولوا بالفلسطيني، الموت مع الجماعة بالضبط رحمة. نعم، فهذا فغزة محتشدة بالقصص نعم. التراجيدية والقصص التي يعني يصلح نعم. أصغرها ليكون رواية عظيمة. هذه غزة التي اعتدنا عليها، وغزة التي لن تبخل علينا بهذه القصص، على واحدة منها توقظ نائما نعم. من نيام الأمة. ومن المؤكد أنك أيضا لن تبخل علينا بقصيدة جديدة. خذنا إلى نص جديد فيه فلسطين كما تحب وتريد. تفضل اقرأ ما تحب. نعم، على ذكر غزة، سلام لغزة. عجيب فراق الحب بعد التقائه، وأما التقاء الحب فهو العجائب. سيحرقنا الوجد الذي في صدورنا، لتبنى على ذاك الرماد التجارب. ألا أعلم السمراء حالي، فإنني مذ ارتحلت قلبي من الفقد شاحب. فإن كان ذنب الشوق ما أنا تائب، فإن كان مذ ارتحلت ألا أعلم السمراء حالي، فإنني مذ ارتحلت قلبي من الفقد شاحب. تحاسبني أني تشوقت وصلها، فإن كان ذنب الشوق ما أنا تائب. فإن مت يا سمراء فلتعلمي إذن، بأن الجفا أردى وليس النوائب. يا الله. أشرت لقلبي أين أزمعت، قال لي إلى غزة الشماء تمضي الركائب. إلى غزة الشماء تمضي الركائب، سلام عليها ما قضى الشوق عائد، سلام عليها ما بكى الهجر ذاهب. سلام على بحر حنون يضمها بشطآنه حتى تعود القوارب. يا الله. سلام لشعب قال إني مناجز، عدوي ولو صبت علي المصائب. سلام لشعب قال إني مناجز، عدوي ولو صبت علي المصائب. يبيت على جوع وحيدا وليله، فما مده بالزاد في الغار صاحب. وإخوته في ظهره يطعنونه، يا الله، وخنجرهم قد سممته المذاهب. سلام لأرض لو أطلت بنزفها، لها تسجد الدنيا وتذوي الكواكب. يحيط بها الأعداء من كل جانب، فتنسل في عزم حسينا يحارب. كأن كروم اللوز فيها مدافع، تدك بها عرش الطغاة الكتائب. تدك بها عرش الطغاة الكتائب، وأنعم بها من كتائب صامدة صابرة محتسبة في أرض فلسطين. كل الفصائل المقاومة لها تحية إجلال وإكبار، هذه الفصائل التي تنتمي أيضا إلى وجع الأمة ولا تنفصل عن هذه الكتائب التي تكره الظلم وتأباه في فلسطين وفي مختلف دول عالمنا العربي والإسلامي. سنذهب الآن إلى قصيدة قصيرة فيها استراحة لك شاعرنا فارس، ولكن أيضا بعد ذلك سنكون على موعد مع جديد القصائد. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فقرة قصيدة للوطن، نتابع هذه القصيدة القصيرة ومن ثم لنعود. ابقوا معنا.
أيها الناس، أنا المسؤول عن أحلامكم إذ تحلمون، وأنا المسؤول عن كل رغيف تأكلون، وعن الشعر الذي من خلف ظهري تقرؤون. فجهاز الأمن في قصري يوافيني بأخبار العصافير وأخبار السنابل، ويوافيني بما يحدث في بطن الحوامل. أيها الناس، أنا سجانكم وأنا مسجونكم، فلتعذروني. إنني المنفي في داخل قصري، لا أرى شمساً ولا نجماً ولا زهرة دفلا، منذ أن جئت إلى السلطة طفلا، ورجال السرك يلتفون حولي، واحد ينفخ نايا، واحد يضرب طبلا، واحد يمسح جوخا، واحد يمسح نعلا. منذ أن جئت إلى السلطة طفلا، لم يقل لي مستشار القصر كلا، لم يقل لي وزرائي أبدا لفظة كلا، لم يقل لي سفرائي أبدا في الوجه كلا، لم تقل إحدى نسائي في سرير الحب كلا. إنهم قد علموني أن أرى نفسي إلها، وأرى الشعب من الشرفة رملا. فاعذروني إن تحولت لهولاكو جديد، أنا لم أقتل لوجه القتل يوما، إنما أقتلكم كي أتسلى. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ومرحبا بكم مجددا، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، معنا هنا في الاستوديو الشاعر الفلسطيني الدكتور فارس صالح. مجددا دكتور فارس، إلى الشعر، ماذا ستقرأ هذه المرة؟ نقرأ قصيدة فتى كنعان. إلى فتى كنعان إذا، تفضل. الشمس يعصرها المدى فتسيل، الله، في البحر يذوي ظلها المبلول، والغيم غلق للسماء نوافذا، وعلى فتاها ضاقت اسطنبول. ألقاه ملتاع الفؤاد جريحه في نار شك باله المشغول، فطريقه من غير حد ما مشى فيها يراها عن خطاه تطول. يا رامي الأشواق، إن سهامك النجلاء في صدر الغريب نصول. الوجد يذبح صبره فكأنما بين الحنايا قاتل وقتيل. يمضي بلا زاد خفيفا زاهدا، صبا حسينيا مناه قبول. مذدار دورته المعاني حوله دارت، وبان سبيلها المجهول. فإذا تبددت النجوم وأطفأت وجه الليالي، قلبه قنديل. وإذا تجمعت الكنوز وكدست في بابه، سيقول ذاك قليل. رمل الصحارى في يديه بيادر، والشوك فوق جبينه إكليل. ويرتب الدنيا على إيقاعه، بيد البلاغة شعره المصقول. حتى ما يرنو للقاء وعينه، الله، حتى ما يرنو للقاء وعينه، ما زال يسلبها الدموع رحيل. وإلى ما يدنو والبلاد بعيدة، وعلى ما يبكي والديار طلول. وإلى ما يدنو والبلاد بعيدة، وعلى ما يبكي
والديار طلول. آه والله. القدس في جنبيه يشعل روحه رغم الليالي فجرها المأمول. القدس في جنبيه يشعل روحه رغم الليالي فجرها المأمول. وتراب غزة في يديه وصوتها في قلبه أنا مضى محمول. هذا الفلسطيني فارس قومه وعتاده إيمانه المسلول. وجه صبور فوق جسم نازف في الغار لا يحنو عليه خليل. انظر إلى الأغلال كيف يفكها والكون في سكراته مغلول. الظاهر السامي على أسواره تقف الغزاة وسعيها مخذول. هذا فتى كنعان كل مكارم الأبطال في الدنيا إليه تؤول. الله. حمل تقلده لو أن قليله بليت به صم الجبال تزول. والأرض خاوية عظيم. والأرض خاوية على أعقابها قالت من الباني فقام جليل. من يكفل البحر اليتيم؟ من يكفل البحر اليتيم؟ تقدمت يافا. الله. وقالت إنني لكفيل. لا هذا عيده. أعد. والأرض خاوية على أعقابها قالت من الباني فقام جليل. من يكفل البحر اليتيم؟ تقدمت يافا وقالت إنني لكفيل. من يحفظ الرحمن في آياته هل غير قدس الأنبياء وكيل؟ لا والله. يا موطنا في الخلد جل جلاله ما رتل القرآن والإنجيل. اخلع سرابك يا ابن آدم قد أتى بالحقد يشحذ سيفه قابيل. زيتونة الإنسان تحت ظلالها شعب المفدى شاهد ودليل. يا أمتي نادى أليس تضمنا لغة وتاريخ دم ورسول. أجريت من دمي المقدس أنهرا كي لا يجف فراتنا والنيل. يا أمتي مجددا. يا أمتي نادى أليس تضمنا لغة وتاريخ دم ورسول. أجريت من دمي المقدس أنهرا كي لا يجف فراتنا والنيل. الله عظيم. وصعدت مقصلتي وليس يردني عن درب مجدي خاذل وعذول. الله جميل. يا أيها المسجون خلف حصونه ومن القيامة يعتريه ذهول. انظر مليا في جراحي إنها جيش كتائبه تصول تجول. انظر مليا في جراحي إنها جيش كتائبه تصول تجول. كم سوف يحميك الحديد؟ ويا ترى أظننت يعجزني إليك وصول. انظر مليا في جراحي وارتقب من فوق رأسك يأتك السجيل. انظر مليا في جراحي وارتقب من فوق رأسك يأتك السجيل. هي رسالة موجهة إلى كل غاز، إلى كل مستعمر ومغتصب، إلى كل من سلب حقا ليس من حقه. أحسنت شعرا وأحسنت مفتتحا وخاتما يا فارس. وهكذا يكون الشعر فروسيا، يعلمنا الفروسية، يعلمنا اللا مجاملة ولا مساومة،
ولا تنازل عن المبادئ ولا عن الثوابت. الثوابت الفلسطينية الراسخة في الوجدان الفلسطيني، هل ترى أن الكل الفلسطيني يحافظ عليها بعيداً عن المجاملة وسياسة الوحدوية ووحدة الصف؟ دعنا يعني نقدم الواقع كما هو، هل فعلاً الكل الفلسطيني مقتنع بفكرة الثوابت ويعمل بمقتضاها؟ يعني هي معضلة عربية. نعم، يعني المشكلة تتجاوز الكل الفلسطيني. نعم، إلى بعدها العربي. نعم، هي للأسف أنعم الله علينا بشعوب عظيمة، لكنه ابتلانا بأولياء أمر للأسف ليسوا على قدر هذه الشعوب. نعم، شعوب أكبر من قادتها، ولكن هذا الابتلاء لم يعني يترك أثراً في الدور الذي يصنعه الشعب الفلسطيني. حتى مع هذه المشكلة فإن الشعب الفلسطيني يقوم بدوره على أكمل وجه، وهذا الابتلاء أيضاً. نعم، لم يفت في عضد الدور العربي أيضاً، فالتعاطف والتعاضد والتعاون العربي لا يزال قائماً بشكل رسمي أو بشكل شعبي حتى وإن كان غير رسمي. أنت مقتنع تمام الاقتناع أن العرب والعروبة والمسلمين لا يزالون درعاً متيناً وحصناً حصيناً لفلسطين والقضية؟ بلا شك، حتى أن الأمر يعني قناعة وسعادة بما حصل، خاصة في الهبة الأخيرة، هبة القدس والشيخ جراح. يعني كل الأمور كانت في اتجاه التطبيع، طمس القضية، تخوين الشعب الفلسطيني، فبإرادة الله انقلب السحر على الساحر، وظهر أن الشعوب العربية أكثر من أي وقت مضى متمسكة بفلسطين وداعمة للشعب الفلسطيني. وهذا الشيء الذي حتى الفلسطينيون أنفسهم يعني لوهلة ما قالوا أين العرب أين كذا، ولكن حين استفزت الشعوب العربية. نعم، يعني في موضوع أن هذا العدو دولة طبيعية عادية لا الحق في الحياة وكذا، قام العرب وقامت ثائرتهم. نعم، فأظهروا يعني دعما غير مسبوق حتى في خلال يعني المتتبع للقضية الفلسطينية، نادرا ما كان بهذا الزخم. هذه الشعوب دائما كانت مع فلسطين ولم تنسى فلسطين للحظة، لكنها للأسف ابتليت بما يشتت ذهنها وما يلهيها في مشاكلها المحلية لتنسى فلسطين، لأنها وبلا أي يعني مجاملات لو عاشت حياة رغيدة في أوطانها فأول شيء يخطر على بالها فلسطين. لذلك فإن تشتيت انتباه هذه الشعوب وإلهائها في مشاكلها يعني مع الأسف تأخير حل القضية الفلسطينية، وهو حل بعيد عن أوهام السلام. من هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الكل العربي تقريبا، إلا أنهم أيضا لم يغفلوا دورهم ولم يعني يجتنبوا هذا الدور الجميل، دور التعاضد والتعاون والتكافل والتراحم مع الشعب الفلسطيني. بالرغم من ظروفهم الصعبة إلا أنهم يقدمون فلسطين أحيانا على واقعهم وعلى معاناتهم، فتجد أن العائلة أو رب الأسرة لا يزال يربي أبنائه على فكرة أن فلسطين لنا وستعود يوما ما. هذا يؤكد أننا أمة حية ولن تموت، أليس كذلك؟ بالتأكيد، يعني هذه يعني إرهاصات قيامة حضارية، قيامة حرية. نعم، قيامة يعني هذه شعوب لا ننسى أنها كانت تحت الاستعمارات الفرنسية والإنجليزية والإيطالية مثلا في ليبيا، يعني شعوب يعني تنفست هذه الاستقلالية حديثا وتم يعني زجها، وهي من حقها أن تزج نفسها في المعترك الفلسطيني وهي غير جاهزة للدعم الحقيقي، ولكنهم خافوا منها حتى وهي في هذه الصورة، فألهوها بمشاكل داخلية. ولكنها رغم هذا كله
تقول فلسطين فلسطين، وفعلا هي تقدم فلسطين على يعني على نفسها كما نقول، لأنها تفهم تماما أن فلسطين هي عقدة، هي الدرة المكنونة، رمانة الميزان، نعم، وهي المعيار الذي إن صلح فإن الأمة ستصلح به. لذلك فهي شعوب واعية جدا ومؤمنة، وشعوب كريمة حرة أصيلة، لا يمكن أن تتزحزح عن مبادئها وعقيدتها. فلسطين عقيدة عند الشعوب العربية، حسنت، لا يمكن أن تتزحزح عن هذه المبادئ لا بتطبيع ولا باتفاقات ولا بأي شكل من أشكال، يعني ستكون يعني نسيا منسيا بعد فترة من هذا الزمن. الشعوب باقية وكل اتفاقات الأعار ستندثر طال الزمان أم قصر. سنخرج الآن إلى فاصل، بعده نواصل مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما بقي من حلقتنا رفقة شاعرنا فارس صالح، ابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين مجددا، نرحب بكم، وهذه الحلقة المتواصلة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد رفقة الشاعر فارس صالح، ولديك محاولة لتعريف الحسن. وقبل هذه المحاولة دعنا نتحدث عن محاولة الشاعر بأن يكون دائما متجددا وألا يكتب في لون إبداعي واحد، رأيك في هذا الموضوع؟ هذا شيء ضروري لنضج التجربة الشعرية. مع النضوج التقني دعنا نسميه، نعم، يجب أن يكون هناك تجدد في التجارب الشخصية. هذا التجدد يسمح للشاعر أن يطور موهبته بطريقة طبيعية، يعني بطريقة تأخذ زمانها ووقتها. نعم. لذلك فأي شاعر إن كان شاعراً حقيقياً يجب أن يتجدد، لأن الإنسان حتى وهو إنسان طبيعي يتجدد كل يوم مع تجربة تمر، مع حدث أليم أو محزن، فإنه لا يكون الإنسان الذي كان قبل هذه التجربة. فالشاعر أولى بترجمة هذا التجدد إلى شعر. لكن ما قولك بمن يكتب فقط بالرثاء، رثاء الحزن الألم الوجع، ولا ينفتح على الأشكال والألوان الإبداعية الأخرى في الشعر نفسه؟ فلا تجده مثلا يكتب عن الحياة، يكتب عن الأمل، عن الحب، عن السياسة، عن ظروف مجتمعه، عن حلم خيالي يرسمه في مخيلته. فكرة الانغلاق على أسلوب أو على فكرة واحدة أو على لون إبداعي خاص، هل هي ميزة أم هي نقمة على الشاعر ربما تقوده إلى الجفاف الإبداعي وينتهي؟ يعني هي جفاف بحد عينه، هذا رأيي. ولهذا قد يكون هناك يعني سببان. الأول، إما أن هذا الشاعر لا يعرف غير هذا اللون، نعم، وإما تحليل منطقي، أو الثاني وهو مستبعد، أنه لا يشعر بالأحاسيس التي تمنحها الألوان الأخرى. نعم. فالسببان يعني تعليلان غير مرضيان أو غير مرضيين. لذلك فيعني ربما أي شاعر له لون يحبه، وهذا شيء طبيعي، قد يميل أحدنا إلى الغزل، أو قد يميل أحدنا إلى الشعر الوطني. لكن أو التنوع والتجدد جميل، يعني جمال الورد أن تلقى بألوان الشذا فرقة. يعني برأيي له أن يقرأ ما يشاء، ولكن عليه أن يكتب
مختلف الألوان، يعني لو أحب أن يقرأ مثلاً أن يبرز نفسه في لون معين عن طريق قراءة دون أن يغفل أو يهمل الأشكال. نعم. والألوان الإبداعية الأخرى في الشعر الذي يحب ونحب. وإلى قصيدة جديدة، إلى محاولتك من أجل تعريفك للحسن، محاولة لتعريف الحسن، قصيدة سنسمعها الآن منك يا فارس، تفضل. من أين أبدأ إذ أربكت لي جملي والدهشة استمكنت من قولي الجزلي؟ من أين أبدأ إذ أربكت لي جملي والدهشة استمكنت من قولي الجزلي؟ فتشت عن بغيتي كل الحروف سدى ولم أجد مطلبي في سنة الأول، فرحت أشحذ سيف الشعر منطلقا نحو المعاني عسى آتيك بالغزل. في القلب حسناء لا تهوي إلى لغة، مهما أقول كأني بعد لم أقل. الله. في القلب حسناء لم، في القلب حسناء لا تهوي إلى لغة، مهما أقول كأني بعد لم أقل. عظيم. حسن تجلى لصب فاكتوى ولهن كنجمة في الدجى مرت على طللي. غلقت باب المنى عن كل مفتتن فصاح ليت قميصي قد من قبلي. سبحان ربي، أعينين اللتين أرى أم نور شمسين عم الكون من مقلي؟ لا عاصم اليوم من عينين كل فتى لما رآها مضى يأوي إلى جبلي. الله. لا عاصم اليوم من عينين كل فتى لما رآها، من عينين كل فتى لما رآها مضى يأوي. الله. إلى جبلي. عظيم هذا التناص. أيدين أمسك أم غصنين من ذهب، ثغرا أقبل أم نهرا من العسل؟ خصر أدور على أرجائه ثملا، صوفية سكرتي في حضرة السبل. حضن إذا أقفر الدنياي يمطرني قلب يقين يعري فتنة الجدل. تقول سافرت والدنيا تفرقنا، وحيثما قلبها حلي ومرتحلي. لو كان في وصلها لو لحظة أمل أمضي إلى الموت محمولا على أملي. لو ضعت في آخر الأكوان يرجعني حبل، يرجعني عهد بحبل من الأشواق متصلي. جميل. هذا العناق إلى الآباد يحملنا، هذا العناق إلى الآباد يحملنا، كما خلقنا عناقا ساعة الأزل. الله الله الله، روحك طيبة وعزفك في هذا اللون من ألوان الشعر فيه من الرقة والرهافة ما فيه يا فارس. يقولون إنكم قاسون أهل فلسطين، أجلاف جافون دائما، فكيف تقول مثل هذا القول الهادئ والجميل؟ أم أن للشاعر مقدرة على الانسلاخ من وجعه أحيانا ومحاولة بناء عالمه الخاص وتشكيله؟ يعني هو هذا التناقض العجيب الغريب الذي أودعه الله في الشعب الفلسطيني، وتناقض ولكنه معجزة، أن يقاوم محتلاً يملك السلاح النووي بصدره العاري وإيمانه. نعم. وأن يقيم أعراسه وأفراحه بطريقة تكيد هذا العدو أيضاً، حتى وهم يودعون الشهداء يبتسمون، وهم يعتقلون نعم يبتسمون ويضحكون. العالم مندهش من هذا الشعب،
يذهبون في يريد أن يقهر عدوه بكل حالات النضال التي يعيشها، حتى وإن كان يتألم فإنه يريد أن ينتقم من عدوه بابتسامته. نعم. ويقول له لم تنتصر علي وإنما أنا المنتصر، حتى وإن كنت في موقف الأسير أو المقيد أو الجريح. يريد أن يثبت أنه الأقوى. هذا التناقض الذي سمح للشعب الفلسطيني لحد هذه اللحظة أن يواجه باقتدار هذا المشروع الصهيوني ومن خلفه كل القوى الاستعمارية. لو أنه كان شعبا وهو يملك أقصى درجات الشجاعة، لو كان شعبا يغفل الدلالات الحياة وجوهر الحياة، لكان يعني مصيره الانقراض أو الإبادة. لكنه لأنه يفهم أن دوره يبدأ من أن يقيم كل مراسم الحياة باقتدار، فهذا أهله لأن يكون مقاوما عنيدا صلبا. لذلك فإن الاتجاه إلى هذه المعاني التي تشعر الإنسان بحياته جزء، بل وإنه جزء عظيم من منظومة المقاومة التي يعني يتوجب علينا كشاعر وعلينا كشعب أن نفعلها لنحمي أنفسنا ولنحمي دورنا الحضاري. لأننا في النهاية قد نستشهد وقد يذهب منا الشهداء ويعتقل أسرى، قد تهد منازلنا، ولكننا في النهاية سننتصر ونحرر بلادنا. ولكن يجب أن يكتب في التاريخ أن هذا الشعب قد حرر بلاده وهو في كامل صحته الحضارية وفي كامل رونقه الجمالي الذي لم يغفله يوم من الأيام. أحسنت يا فارس. فلسطين باقية ما بقيت هذه الأمة الصابرة المحتسبة الولود، وكذلك الشعر باقي، لكننا وصلنا إلى الختام، القصيدة الختامية الآن التي ستكون خير ما نختم به مسكا وسعادة. إلى مسك القصائد. مفاهيم شعرية. يبدو أنها قصيدة فلسفية، تفضل. قولوا لعيون قد غابت أن قلوبا بعدك صارت مثل الساعات الرملية، تتساقط منها الأيام بطاء، أضحت غابات من وجد تأكلها نار الأشواق الليلية، وديارا مقفرة وسماء من غير شموس، مدنا من شمع مهجورة، وشعوبا جوعى مقهورة، لغة أنكرها القاموس. الوجهة إن كان طريقا يدنيكم منا لا نسأل أين، الدمعة طوفان القلب الجاري لا يحجزه سد العين، القبلة لقيا روحين، طعم الشوق المتخمر في قلبين، إعصار الشهوة حين يهب على جسدين، نار من حرمان لا نطفئها إلا بعناق الشفتين، الجنة أنت عيناك شفتاك صوتك ويداك، أزهار الخد الوردي ضحكتك الممدودة نحوي، تنقذني من ضيق الأيام، وضياء الوجه القمري، الغربة أن تمخر بحرا مجهولا في طقس فظ عصبي، أن تتبخر أحلام الولد المنسي، أن تتكثف ذرات الآلام في غيم العبث العدمي، الغربة تاج من شوك وصليب يدمي من شك، الغربة جلجلة كبرى من غير مقام نبوي. الغربة جلجلة كبرى من غير مقام نبوي. هذه قصيدة ثورية وهي فلسطينية حتى النخاع، لكنها ليست فلسطين التي يجتمع حولها الشعوب، وإنها عن فلسطينك الخاصة. أحسنت صنعا إذ قرأت هذه القصيدة على مسامعنا يا فارس. الآن أريد منك
رسالة على هيئة إجابة لسؤال: ما الذي يريده الفلسطينيون من أبناء أمتهم حتى يواصلوا مشوار تحرير أرضهم الذي تحدثت عنه قبل قليل؟ يعني يريد الفلسطينيون من الأمة العربية العظيمة والأمة الإسلامية وخاصة الأمة العربية الحاضنة الأساس أن يفهموا تماما أن فلسطين وأن أي بوصلة تشير إلى فلسطين فهي أقرب طريق لازدهارهم ولأمنهم واستقرارهم وحياتهم كما يستحقون. كل بوصلة تسير بعكس اتجاه فلسطين هي بوصلة مشكوك في صحتها وهي ونزاهتها. نعم، وهي للأسف يعني تشدد في الإجراءات وتزيد من الطين بلة وتغرق هذه الأمة في يعني في بحار. نعم. من لا الوجع. نجاة منها. نعم. فنجات لكنك فلسطين. قلت أن الأمل لا يزال. نعم. موجودا. نعم. في الأمة، كل الأمة وفي الشعوب التي لا تزال تلتف حول هذه القضية. نعم، الشعب الفلسطيني باختصار يريد من العربي يعول على هذه الشعوب أن يكونوا كما هم، لأن هذا الرهان يعني ناجح وصحيح بلا أي شك. تذهب أحسنت. الحكومات وتسقط الدول الشعوب وتعلى أبقى من الدول حكامها. والشعوب باقية والشعوب. نعم. لن تسمح بذهاب فلسطين وضياعها. أحسنت. والشعب الفلسطيني أيضا لن يخذل أبدا هذه الشعوب. رسالتك إلى فلسطين وإلى الشعب الفلسطيني الذي تنحدر منه وإليه تنتمي وإلى غزة التي تحب في الختام، ماذا تقول؟ يعني هذا حمل ثقيل، لكن ظهورنا قادرة على حمله. العالم كله ينظر متعجبا إلينا ونحن نرفع هذه الصخرة الثقيلة مجتازين بها الجبال والوديان. حسنت. أثق بشعبنا، ولكنني أعلم أن هذه الليالي حالكة، سيأتي فجر سيعقبها فجر وشمس وضياء بالتأكيد. فيعني إنما النصر صبر ساعة. حسنت. فالشعب الفلسطيني شعبي العزيز، شعبي البطل، الشعب النبي، المعجزة الذي يتجاوز كل التوقعات. نعم. صبرا آل فلسطين، فإن موعدكم النصر القريب. شكرا جزيلا فارس صالح الشاعر الفلسطيني، شرفتنا بهذه الحلقة من بيت القصيد، كانت حلقة ممتعة ومرت سريعا، وعلى أمل أن تتجدد مثل هذه اللقاءات العذبة والطيبة. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر أو شاعرة. حتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.